رفقه صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحرصه على سلامتهم وصحتهم. عمار بن ياسر صحابة مارك السينج مبارب هزو حجرة واحدة لبينة واحدة هزو حجرة عمار تيهز جوج شافوا النبي عليه الصلاة والسلام شافوا شقل لي ألا تحمل لبينة غي واحدة واحدة غيب شوية غيب شوية عليك راه الصحة هذه والظهر هذا والبني هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاسي عمار ألا لبينة لبينة غي واحدة واحدة يا عمار بحالك بحال الصحابة شوف تيهزو واحدة واحدة ما تقلش على راسك ما تقلش على راسك حنا إلا كان عندنا شي واحد خدام حنا إلا كان عندنا شي واحد خدام إلا كيهز غيبش طبعا خونا هرما نسيو حرايمش تقى من اللغد شتر هاد ديال حرايمش نيودان شاخت من اللغد بلا ما نهضرو في تحريميات ديالو تحريميات ديالك دابا حنا هادشي بلا ما نهضرو فيه هو راه إلا خلصتيه بالنهار راه خدمة في شكل عطيتيه كرجة خدمة في شكل تواه تمشي إذا تمشي إذا تسمى يا العقش بحال هانيتي غا يقدها بسم الله هادي في الضالينها غيسالي في النهار كلشي غيطلع كلشي في النهار وش يصير خدمة سنها هادي نديو 15 يوم ها يجيب تما 15 طبعا هاد الحيل وهاد الدجال وهاد الكذوب وهاد هذا الطمع في الخوى الخاوي هادشي بلا ما نهضروا فيه هادشي بلا ما نهضروا فيه الانسان اللي كيتقي الله لا كيتقي الله فين ما كان دابا حنا نجيو عند عمار السيد راه خدام عندك في الديبو ولا في المعمل ولا في الشركه ولا في الحانوت ولا وتيهز شي حاجه وتيطلع وينزل ويحط تقول هذاك تقول هذاك تقول هذاك حنا تنشوفوا السيد احيانا من راى منكم منكرا فليغيره سيد انت شايفو تيهز اكثر من جهدو تواريتيك سيكتازي الجهد شي مدوز القاع شي مدوز القاع انتو اذا خدامين ازعم الله يعمر يخدم سهول يخدم سهول ما شاء الله عليك عجباش الحاره تو وين فين يا دمي صنع حرام اقشوني جمي صنع حرام وين ديال اقشوينا خاص الزرق وين خاص الزرق شغوين يخدم سهول باش عمر واسني ديال اللي يخدم من سهول راه حتى الحاج غاد دمينو قال خدم ثقه تقصح شويه تقرق يا عضا بنادم عراقه واليد ما دارش القوت واش غيسين وسان زمان التغطيه والو شقوا غاك لا تغطيه لا حتى شي حاجه شك مغطي غير بالسقف تحاول شويه كسي على قدك هكذا مزيان خدمه سنيه كذا غازو تشد الحريض ونشوف ولكن صح ثنش عاود مشات حساب الناس قد قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قاسي عمار في سبيل الله تيخدم في سبيل الله بغى يتخلص ما هو قال شوي خاك هز غير وحده وحده ايوا الارهاد ديال الموضوع خوك نوقات السن محسن زي انتم ادرى انتم ادرى في هذا الامر هذا الانسان شتيه كيكلف راسو اكثر من طاقته انصحه هو ما عارفش هو مازال ما عارفش العواقب ديال ديك الخدمه ديال الثقل ما عارفش ما عارفش ما عارفش ديك الثقل دوك الثقل اش غايدير ليه اش غايسبب ليه ما عارفش بان غدا غيولي ما قادش يهز الثقر عادي الخمسه يطرو غدا غيولي ما قادش يهز الصخره للدار ما قادش يجيب حتى الصخره لوليداتو عارفش ان داك الشيء غدا غيسبب ليه انه غيجلس في الطرف وما يقدرش يخرج يخدم تحاول عليه وقول ليه تحاول على راسه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الآخر أيها الإخوة الفضلاء